السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد، حياكم الله جميع. كارير مود ريال مدريد مجددا يا جماعة الخير، عندي أخبار رهيبة يا شباب. لوكا مودريتش، برشلونة عندهم اهتمام بلوكا مودريتش مقابل 100، بنبيع لهم لاعب عمره 33 سنة، 34 أتوقع، أوكي؟ يعني هو بموسم وبيصير طاقته 35، فسوف يتم النصب على برشلونة مرة أخرى يا ولد. أنا نصبت عليهم فيفا 18، بعت لهم بنزيما ب 88 مليون، مو صحيح بيشترون أفضل لاعب في العالم، يعني اللاعب ما راح يجلس معاهم حتى نص موسم يا أخي. قبول نبيع لوكا مودريتش. طبعًا اللوكا راح ينتقل إن شاء الله بإذن الله في الانتقالات الشتوية، صح؟ يا ويصير عندنا تم بيع لوكا مودريتش وعرض البنزيما، والله الحلقة ذي نار، الله أكبر ب 53، ما راح أتناقش مع حقينا الله يستر على البنزيما. صح، احنا أول أخذنا منهم راشفورد، الآن هم محتاجين مهاجم، عندنا مباراة ضد أتلتيكو بالباو، نسلكهم شباب ونخلص منهم ونرجع لكم. يلا يلا استفزاز، عرض انتقال لبيل 91 مليون. خلينا نتفاوض دقيقة قبل ما نخش المباراة حق أتلتيكو بالباو، نسوي تفاوض معهم، نبغى فيه 100. هلا والله، سلام عليكم، مساكم الله بخير وطيبين. شوف يقول هذا عرضنا الأخير، أنا آسف. طيب نقبل خلاص، 91 نقبل، قبول اتفقنا أوكي. والله بخلة، ما بيدفعون 7 مليون ترى، بس بعنا بنزيما جاريث بيل ولوكا مودريتش يا جماعة الخير. السلام، دحين بتجينا ميزانية الأرض يعني في الانتقالات. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله يا جماعة الخير، تقريبا هذه أول مباراة قوية راح ألعبها بإذن الله في الدوري، يعني ما فيها شيء. راشفورد يلا سلام. ها أوه راشفورد يلا راشفورد يا كبير، الله عليك يا راشفورد، ليتس جو الجول الأول. روح بيل يا عيني، الله حلو، يلا يا بيل، الله الجول الثاني، وسوف نشتاق اليك يا بيل، بس بنجيب مكان واحد قوي. حلو بيل الله الجول الثالث، بسيطه المباراه ذي، سهله والله، عبالي اني ولو انا مستفزهم بعد. ايوه كورتوا يا يس، الله الشامبيونز ليج يا شباب، بس باخذ عليها كوبي رايت ذي، المفترض ما احطها. ها شوف الخلفيه تغيرت يا شباب، اسيسكا موسكو مجموعه ضعيفه هشه يا شباب. الاخبار تقول بطل ريال مدريد الجديد هو راشفورد، وتم بيع بنزيما يا جماعه الخير. حلو، قول علي انا احصل وقت اطول اللعب ده، ولازم العب اسكو. يلا مباراتنا ضد روما شباب، ليتس جو. ايوه ان شاء الله السوالف واللعيبه يعني اخبار طيبين، يقول لك يلا بندوق خشمهم الحين يا رجال. روما دول زلايب اوكي، هذول حق روما، اشهر لاعب فيهم الشعراوي وتزيد. على بركة الله اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في اول مباراة في الشامبيونز ليج في ملعب ايش اسمه سانتياغو برنابيو، ليتس جو، هيا بنا يلا. لا تكفى كبيرة كورتوا، وروما اخطر يا شباب في البداية. سلام اوبا لا تكفى يا احمد، لا يا اخي لا، ايش قاعد اسوي انا، قاعد اخبص. يا ساتر اوه خطوة امسكها، لا 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 كيف والتهل لعب، والله هاجموا يا عيال. راشفورد لا بلنتي سد اوكي يا جماعة الخير، تم بيع بيل. اما بالنسبة يا جماعة الخير، عينا 3 اشخاص يروحون يجيبون لاعبين عشان نفتتح اكاديمية الشباب حقتنا ونجيب فيها لاعبين. بس الحين الشيء اللي قهرني عن المباراة اللي خسرنا فيها قبل شوي، كيف احنا جايين ننقذ مدريد، ما احنا جايين نبهذل مدريد زيادة. راح نلعب ضد اشبيليا يا شباب، وفازوا علينا 2-1 لانه على الارض. مؤتمر صحفي ضد اتلتيكو مدريد، راح نسوي لهم استفزاز. نعم يلا ضد اتلتيكو مدريد يا شباب، ليتس جو يلا. على بركة الله
أعزائي المشاهدين أهلا بكم، مباراة مهمة في الدوري لازم نفوز على أتلتيكو مدريد. Let's go. يلا روح يا راشفورد، روح يا راشفورد، روح روح. أوه يلا يا راشفورد، يلا في الثلث. يلا كبير، الله يا هازارد ريحني، يا ريحني هازارد. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. يلا كبير، الله يا كازيميرو. ليتس جو ليتس جو. يلا هي بيل يا والله عيب. يس، راح نختم مبارياتنا لهذا اليوم يا جماعة الخير مع برشلونة. أوشيت مشكلتنا راح تكون هذه، مركزنا في الدوري يا جماعة الخير حنا الثالث، الثاني إشبيليا والأول برشلونة، في حال إذا فزنا عليهم يصير الفرق بيننا وبينهم نقطة وحيدة. أوكي هيا بنا، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اه صح، ما في شو اسمه ملعب كامب نو هنا، الان ام الخياس. يا عيني، يلا يا هازر، يلا يا هازر بسرعه، شوت شوت. ليش تضيع زي كذا؟ حرام عليك يا هازر، ما يبغى لها ذي، ما يبغى لها معلم. يلا يا كبير، اه بالاخضر يا شباب بالاخضر. تكفى يا هازر، يلا يا هازر لا تخيب الظن يا هازر. يا كبير يا كبير يا كبير يا كبير. ليتس جو، الله عليك. ايه يا اخي ليتس جو، كل قومهم لا كلهم ليتس جو. صح يلا الحالة، عاد لا تضيع هذيك يا كازيميرو. الله اجلد برشلونة، اجلد اجلد. يلا بيل يا كمل، يا السلام الثالث، اضرب بالثلاثة يا عين. ليتس جو يا اخي يا شيخ، ميسي قال لك القوا. ايه كبير، هذه اخطر هجمة لبرشلونة. يس، قدمنا مستوى جيد جدا يا جماعة الخير في هذه الحلقة، في الحلقة القادمة سوف ننتقم من روما اللي جلدونا في البرنابيو إهانة. إيه الحلقة الجاية راح نلعب معهم، أوكي؟ وكذلك في الحلقة القادمة بإذن الله راح يكون في الانتقالات الشتوية يا شباب، فأباكم تقترحوا لي مهاجم أو جناح، أوكي؟ أو مهاجم يا جناح، يعني يكون بقوة بيل أو أقوى كذا، واحد واحد، ولاعب وسط جيد كذلك يا جماعة الخير، جناح ومهاجم ولاعب وسط جيد، أوكي؟ أعتقد إنه بقية الأماكن ما نحتاج، ممكن يبغى لنا ظهير أيسر احتياطي برضو يا شباب، اكتبولي تحت في التعليقات، إلا سوف آخذ في اقتراحاتكم بعين الاعتبار، يعطيكم العافية على المتابعة! شباب إذا استمتعتم بالحلقة ذي اللايك يا شباب، لا تنسون اللايك وخلونا نوصل لايكات جيدة، تابعون حساباتي تحت، اشترك إذا ما كنت مشترك في القناة. سلام عليكم.